استحب بعض العلماء أن من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام لسبب أن يدعو الله عز وجل بعد أن يسلم عليه وعلى صاحبه، مع أن التحقيق فيما لو قيل بهذه السنية أنه لا يستقبل القبر حال الدعاء وإنما يستقبل القبلة، والذي يظهر أن الدعاء ليس ثابتا ولا منقولا ولا مسنونا بعد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبر صاحبيه، إنما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم ينصرف، وليس هناك دليل يثبت الدعاء بعد زيارة قبره عليه الصلاة والسلام.